السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا، وكما كتشوفوا معنا مجموعة من الآليات ديال الحفر، مجموعة من الآليات ديال التشطيب في هذا المكان الخاص بالرحبة سابقا، أشغال مفاجئة. فجأة هبطوا آليات معدات كما كتشوفوا، مجموعة من الآليات ولو غاديين جايين هنا. غياب المعلومة صراحة، تفاجئنا البارح كثر القيل والقال، اشنو غيكون تما، واش مشاريع، واش زيارة مرتقبة، واشنو غيكون بالضبط. اختلفت الآراء، كاين الناس اللي قالوا بلي الشركة اللي مكلفة بالاشغال اللي في التيران ديال مركب الامير مولاي عبد الله هي نفسها اللي حطات الرحال ببعض الاليات ديالها هنايا. الامر اللي كاين بعد ما سولنا اليوم هنايا اللي كاين هو ان هاد الارض كلها يتسرح فيها الكياس، تنقى مزيان الارضيه توجد، وديك الساعه عاد غادي نعرفوا اشنو كاين. حتى شي واحد ما في خباره اشنو يكون بالضبط بالنسبه للناس اللي كاينين هنا، يعني الدور ديال توجد ديال الارضيه، وجد ديال الارضيه شنو غيكون، شنو غيتخدم، هادشي اللي غادي نعرفوه ان شاء الله. الايام الحمد لله هي جايه، غنمشيو مع الامور لحظه بلحظه. اللي كاين هو انه مجموعه من الاليات خدامه دابا هنايا، كنقيو الدنيا كما كتشوفوا، كنقيو الدنيا. البوبكات خدامه، كتقاد الارضيه، رشاش الماء هنايا، يعني كلشي كاين هنايا. وغادي نديكم واحد الجوله في الجنبات باش تشوفوا شنو كاين بالضبط. فالاشغال على قدم وساق، نتمنهم الله كل شيء يكون خير ان شاء الله. كما قلت لكم الناس كيقولوا باللي هنا الارضيه غادي تكون خاصه وتابعه للاشغال مركب الامير مولاي عبد الله، شي حويجات غيتقادوا في هذا الاسباس هذا، وغادي يمشيو مقادين ويركبوا بلايصهم مباشره. هذا هو اللي كاين، بحكم الاسباس تما في الجنبات ديال المركب ما كاينش فين تخدم، هذا هو اللي كاين. اللي ملي كدوز تما راه تبارك الله، دابا خصوصا التيران بدا كيطلع راه ما بقاش اتساع تما، هذا هو اللي كاين. فغادي ناخذكم في واحد الجوله باش نشوفوا اشنو كاين هنا في الجنبات، خليكم معنا. اللهم يسير والله يسخر الامور يا ربي، نتمنوا الله الخير والتيسير. هاد البلاصه هادي اللي كانت كتعمر فيها الرحبه ديال تمارا، واخر مره عمرات في النقطه ديال دوار بن ناصر جيت جامايكا. هذا هو اللي كاين. فكما كتشوفوا دائما مشاهدينا الكرام، الاشغال متواصله، وهاد الارضيه كلها كيف ما قلت لكم غادي تسرح، كيخبوا فيها الكياس دابا كيسرحوا الارضيه. كاين الناس اللي قالت ربما غيكون تدشين ديال شي حاجه، لكن اللي هو كيتاكد دابا من الناس تقريبا وانه غادي تكون واحد الارضيه باش غادي نشوفوا فيها واحد الاشغال خاصه وتابعه لمركب الامير مولاي عبد الله. شوفوا معايا الاخوان الصوره اكثر وضوح اليوم بالنهار، لان البارح درت لكم واحد المقطع بالليل صراحه اللي ما كانش واضح، وغادي نمشيو من زاويه اخرى. يعني كنشوفوا حتى المكان تطوق كله بلي بارير باش ما كيتم حجب الصوره على شنو كاين داخل، ولكن ان شاء الله غنحاولوا نوفيكم بعض المعلومات بعض المعطيات، وان شاء الله راه كلشي غيكون خير. هذا هو اللي كاين. المهم الاشغال انطلقات ليل ونهار في تمارا. غادي نشوفوا في الجهه الشماليه شنو كاين، غتكون واحد الصوره عندنا هنايا بطبيعه الحال. البارير داير حتى لهنايا تبارك الله. 17 آلية اللي حسبت، 17 آلية، منهم الحافر، منهم رمايك، منهم بزاف ديال الحويجات كما كتشوفوا. يعني هادشي كلشي غادي يتسد، هانتوما كتشوفوا راه باقيين كيدوروا لينا هاد البلاصة كلها، غادي تطرق كما كتشوفوا معنا. يعني غادي نضطر اننا نقلبوا لكم من زوايا اخرى ان شاء الله باش نوافيكم اخر التطورات واخر المستجدات. شوفوا معايا، شوف كاين اللي كيسرح الكياس، كاين الناس اللي باقا كتنقي الفوق، وكاين اللي بدا كيركب البارير هنايا. هادي هي الخدمه اللي كدار دابا في النقطه فين كانت كتعمر الرحبه.
كاين الناس اللي ربطوا الامر وعلاقته بالودايه، فلا علاقه للاخوان، ما كاين حتى شي حاجه رسميه، ما كاين حتى شي حاجه رسميه باش تعرفوا الاخوان. اللي كاين هو انه الارضيه كيسرحوها كامله، هنايا داروا البيطون الاخوان، هاد البلاصه داروا فيها البيطون. علاش؟ ما يمكنش شي حاجه الاخوان كتوجد كتقاد. اشنو غيكون بالضبط؟ هادشي اللي غادي نعرفوه مع تقدم الايام ان شاء الله. هنا كنخرجوا مباشره فين كنخرجوا سيدي في مركز تكوين والادماج، فضاء الذاكره التاريخيه. غادي ندور على اليمن، صراحه من النقط الايجابيه في هذه العمليه وان الدنيا كتنقى هنايا، من النقط الايجابيه اللي كنشوف هنا وان الدنيا كتنقى هنا بعد ما كانت واحد الوقيته مكرفصه. كما كتشوفوا البلاصه كلها كتنقى، ربما كلها غادي يدور بها داك الكرياج، كلشي غيتنقى. أن الآليات ديال الحفر وهذا مستمرين في هذه الزاوية كما كتشوفوا معانا، الناس خدامين، ولكن صراحة غياب المعلومة لحدود الساعة هو اللي كيخلي الناس تساءل أشنو غادي يكون بالضبط. هنا آليات أخرى من زوايا أخرى خدامين في جميع الزوايا. هنا من أمام مؤسسة التعليم الشامل، من أمام السونتر ديال اللغات، السونتر ديال اللغات اللي جا فوق كافي سونتي. هنا الطريق 51، غادي نحاولو نخرجو من هاد البلاصة دوخا هاد الشمس شي شوية. هانتوما الآليات خدامين حتى فهاد النقطة هادي. الله يعطيك الصحة. البلاصة كلها غادي تغطى بالباريير كما كتشوفوا معانا. هادشي كله في الجنبات ديال شارع محمد الخامس. بالقرب من الجماعة ديال تمارة. السوق النموذجي،
السوق البلدي سابقا اللي خدامين فيه كيعاودوا يأهلوه من جديد باش يكون ان شاء الله حاضر مستقبلا ويخدموا فيه الناس ان شاء الله. يا ريت ما كرهناش واحد النقطه وحنا طالعين من هذا الشارع اللي تصلح حتى لهاد النقطه وحبس وعندنا هذا المقطع هذا اناره ضعيفه بالليل، هذا المقطع اللي الوسط هنا والجنبات هنا مكرفصين، شي طالع شي هابط، طريق مضيقه حتى النقطة ديال الملاعب القرب ديال الفردوس، من بعد كنلقاو الطريق مصلوحة. واش هذا المقطع الطرقي ما عندوش شي حل؟ كنتمناو من الجهات المسؤولة أنها تاخذ بعين الاعتبار هذا المقطع. تبارك الله كاين واحد المساحة كبيرة بين المنازل والتروطوار، يعني ممكن الطريق توسع شوية ترجع للخلف، كاين ما يدار في هذه الطريق هذه. كنتمناو من الله أنها تكبر شوية، لأن كما كتشوفوا هنا الناس كيبلاصيو في اليمن، ما عندكش كيفاش تقطع. هنا كاينين حفار، هنا كاين مجموعة من الحفار لا في الآلي لا في الروتور. كنتمنى من الله أن هذه النقطة ينتبهوا لها الإخوان. غير هذا المقطع هذا، لأن ملي كتوصل لهذ البلاصة بالضبط، ملي كتوصل لهذ البلاصة كتلقى الأمور مقادة، كتلقى الطريق عاوتاني مصلوحة في هذا المقطع. من هنا وطلع مع شارع طريق بنو زياد ما كاينش المشكل. نتمنىهم الله الخير والتيسير يا ربي. ونطلي غير نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.